مدارس حياة كريمة في محافظة الغربية بدأت فيها عدد كبير من الأنشطة الصيفية اللي بتتضمن ندوات تثقيفية، بتتضمن ورش عمل لتنمية المهارات اليدوية والمعرفية عند الطلاب، وده خلال فترة الأجازة الصيفية. طبعا الأنشطة دي هي امتداد لدور مبادرة حياة كريمة اللي مش بس بتستهدف البناء والتعمير، لا دي كمان هدفها الأساسي هو بناء الإنسان وتأهيل النشء والشباب. انطلقت فعاليات الأنشطة الصيفية بمدارس قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، والتي تنفذها مديرية التعليم سواء في المرحلة الأولى بمركز زفتة أو الثانية في مراكز المحلة وكفر الزيات وبسيون وقطور. وتستهدف الفعاليات التنمية البشرية لقرى المرحلة الثانية من المبادرة، حيث نظمت مديرية التعليم عدداً من الندوات التوعوية التي شارك فيها عدد كبير من أبناء القرى، وشملت الأنشطة تنفيذ معارض حول المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، خاصة داخل قرى حياة كريمة. كما تتضمن الأنشطة ندوات تثقيفية وورش عمل صناعية وزراعية لتنمية المهارات اليدوية والمعرفية خلال أجازة الصيف بمدارس قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا بالإضافة إلى ورش عمل حول تدوير المخلفات البيئية والمنزلية وورشة عمل الراكت الخشبية وكرتون الورق، إلى جانب تنفيذ ورش عمل حول كيفية صيانة الأجهزة المنزلية الكهربائية.